السلام عليكم، معكم الشيف عبد البسيط. كنتمنى ان شاء الله كلشي يكون مزيان وبصحه جيده. الحلقه ديال اليوم ان شاء الله غادي نخصوها الخبز ان شاء الله. كما كتلاحظوا يعني الخبز كيطلع رائع بزاف كما كتلاحظوا، كيجي يا سلام. والخبز كبير يعني اللي كتعمل 5 دراهم ولا بحال هكذا اقتصادي. تشوفوا ان شاء الله الطريقه مزيان، شوفوا الفيديو من الاول الى الاخير باش تستافدوا مزيان وتصنتوا الشرح مزيان باش الحاجه تبقى تطلع لكم دائما من الاول مزيان. وما تنساوش لايك الفيديو دابا نيت هنا ولا هنا. كنتمنى ان شاء الله تعملوا اللايك باش ما تنساوش، حقاش الاغلبيه كتنساو. الله يجازيكم الخير، عملوا اللايك للفيديو والبارتاج، واللي ما مشتركش كنتمنى ان شاء الله يشترك. وندوزوا للطريقه ديال التحضير وشكرا لكم. يلا شوفوا الطريقه. يعني عندنا هنايا الدقيق، يعني الفرز العادي، يعني الفرز الابيض، وعندنا هنايا الدقيق كامل يعني بالنخاله ديالو يعني كله كامل. وهنايا عملنا نص بالنص، بغيتو تعملوا هنايا غير مثلا تعملوا هنايا دابا هنايا 500 غرام الا 500 غرام يعني نص كيلو نص كيلو، هي كيلو. بغيتو تعملوا هنايا 250 غرام وهنايا كيلو لارب، يمكن لكم تعملوها. وهنايا يعني بغيتو تخالفوهم ماشي مشكل. دابا كما كتلاحظوا عندي هنايا الدقيق، عندي هنايا 5 ديال الكيسان ديال العنبه، 5 ديال الكيسان. وعندي هنايا غادي نعبر معكم هذا، لحقاش هذا يعني ثقيل شي شويه على الدقيق. انتما بحال هكا كنقول لكم تعمروا الكاس بحال هكا، يعني ما ندقشوه ما والو، غير بحال هكذا. ها واحد ها جوج، يعني كيكون ممسوح من الفوق. ها ثلاثة، غادي يجيو بحال بحال يعني كيف كيف. يعني تقريبا 5 ديال الكيسان، 5 ديال الكيسان من هاد الدقيق الكامل و 5 الكيسان من هاد الفرز العادي. وهنايا عندي واحد ملعقة صغيرة ديال محسن الخبز، يعني هذا انتم كما كتلاحظوا يعني بحال هكا كيجي بحال الدقيق. هذا بودرة محسن الخبز، يعني ملعقة صغيرة ممسوحة، يعني ما تكونش عامرة. هنايا هنايا جوج ديال الجرام، جوج جرامات هنايا. وهنايا الخميرة، عندي هنايا 15 جرام ديال الخميرة، 15 جرام. حيت دابا الحال بارد، وإلا كان الحال سخون غادي تعملوا شي 10 غرام بحال هكذاك. وهنايا عندي واحد تقريبا 20 غرام، واحد ملعقة كبيرة ديال السكر. وهنايا الملح، هنايا هنايا ملعقة كبيرة، هنايا تقريبا 20 غرام، يعني شي 18 غرام بحال هكذاك. المهم الملح على حسب الذوق. هنا غادي نعملوها بوحدها، وهنا غادي نعمل معها واحد قليل ديال الماء باش تذوب لنا بحال هكذا. غادي نعبروه، يعني غادي نعبروه بالكاس ديال العنبه، يعني الكاس كياخذ 150 غرام، يعني ها 150 غرام كاس ديال العنبه الكبير ماشي الصغير. هنايا كنخلطوا هاد المكونات بحال هكذا انتما، يعني الاخوات اللي طلبوا لي هاد الخبز هذا، يعني بغاو يعملوا على حسب التجاره وعلى حسب المهم على حسب العمل اللي بغى يعمل التجاره واللي بغى يعملوا غير في المنزل، يعني بحال بحال. هنايا ها جوج كيسان يعني 300 غرام. هنايا غادي نعمر واحد بحال هكذا وغادي نخلط.
نخلط العجينه ديالي. هنايا العجينه ما خصهاش تكون قاسحه وما خصهاش تكون مطلوقه، يعني كما غادي تشوفوا ان شاء الله. هنايا غادي نزيد مزال، هانتوما دابا خمسة ديال الكؤوس. هانتوما دابا العجينة ديالي دابا تقريبا هي هاديك. هنايا دابا شنو خصها؟ خصني ندلكها واحد الشوية ونخليها ترتاح، يعني مغديش ندلكوها بزاف تمارة، يعني هذا هاد الطريقة بدون مجهود، يعني بلا ما تتعب راسك بزاف. هنا بحال هكا العجينة ديالها كتكون بحال هكدا، هكدا وكتجمعو العجينة عاوتاني بحال هكدا. هذا هو الدليك ديال العجينة بهاد الطريقة. هنايا وغادي نحيد هاد الإناء هذا، غادي نزولو وغادي نعملها على سطح العمل ونولي معكم. هانتوما دابا العجينة ديالي واجدة، ماشي يعني واجدة غير للخدمة. غادي نعمل شوية ديال الماء، يعني هاد الماء هذا كنعمل فيه يدي بحال هكدا، هانتوما بحال هكدا باش كتجي ساهلة ما كتلتصقش في اليد. هانتوما واحد 10 ديال الدقائق ان شاء الله ونولي معكم. دابا هنايا ملي كتبقى تلتصق بحال هكذا يمكن لينا نعملو واحد شويه ديال الزيت او ماء بحال هكذا. هانتوما بحال هكذا كناخذو العجينه بحال هكذا، هانتوما هانتوما شتو بحال هكذا. الطريقه الخدمه باليد، واذا كان الماكينه باطور خليوها تخدم يعني شويه قاسحه مزيان تخدم، عاد تبقى تزيدوها قطره قطره شي شويه، وديك الساعات كتخدم العجينه مزيان كنزولوها. هانتوما من بعد ما خدمتها واحد شويه هانتوما بحال هكذا، وهنايا نجيب واحد القليل ديال الزيت نعملوه هنايا، يعني زيت المائده باش ما تلتصق، وغادي نخليوها هنا بحال هكدا ونخليوها ترتاح واحد الشويه. وغادي نعمل ليها واحد البلاستيكه بحال هكدا ونخليها واحد 10 ديال الدقائق ان شاء الله، وغادي نولي معاكم. وهنايا دابا من بعد ما دازت ديك 10 ديال الدقائق هانتوما يعني ولا كيضاعف الحجم ديالها. هنايا دابا ان شاء الله كما كتلاحظوا دابا هادي غادي نقسموها على 3 ولا على 4 ولا على جوج، ليكم الاختيار. بغيتو تعملو خبزات كبار قسموها على جوج، بغيتو تعملو يعني على 3 تعملوها يعني كما كنقول لكم. هنايا ليكم الاختيار، هنايا غادي نقسمها انا على 4 ان شاء الله. هنايا بحال هكذا، وهنايا اللي باغي يعرف الوزن ديال الوحده شحال فيها غادي نوزنوها. وهنايا على حسب محسن الخبز، الاغلبيه كنلقى التساؤلات بزاف على هذا محسن الخبز. محسن الخبز هو كيقول لك يعني واش نعملو في الدونات ولا نعملو في المسمن ولا نعملو في شي حاجه، ما كيتعملش هو لا في الدونات ولا في المسمن. فاش كيتعمل؟ كيتعمل عندك في الخبز، في البتي بان لي صاليات ديال البينواز، يعني بتي بان شنيك كرواسا، الخبز اي جميع انواع ديال الخبز الباكيت يعني الباريزيان. هذا الشيء فاش كيدار الاخر، هاد محسن الخبز. شي حاجه اخرى ها المسمن، واش اش من دور ديالو؟ يعني ما عنده حتى شي دور ديالو في المسمن ولا حتى في الدونات، يعني الدونات راه غير ملي كتقليهم راه دغيا كيتنفخوا كيتقادوا. هاد المحسن هذا كيخلي لنا الخبزه، هاد الخبز مثلا فاش كيخمر كيبقى واقف ما كيطيحش ما كيهبطش، كيشدو كيبقى كيخليه واقف، يعني كيصبر كيشدو مزيان ما كيخليش يطيح ملي كيخمر.
في البتيبان، في كرواسه، في كل شيء، يعني كي هو الدور ديالو كيخلي الحاجه واقفه. هذا هو الدور ديال محسن الخبز. هنايا دابا غادي نعبر هذه، شحال فيها؟ هذه فيها 590 غرام، يعني 590 غرام في هذه الخبزه هذه. هنايا كلهم بحال بحال 590 غرام. هنايا دابا ان شاء الله غادي نقرصوهم. غادي عندي هنايا النخاله، غادي نقرصوهم هنايا في هذه النخاله هذا، ولا تعملوا في الفينو ولا في السميده، من الاحسن السميده الرقيقه كتكون كتجي رائعه به، ولا بهذه النخاله هذه. وهنايا كنعملوا واحد شويه ديال الزيت، يعني الزيت المائده في يدينا بحال هكذا، وكنشدوا العجينه ديالنا بحال هكذا، يعني كما كتلاحظوا غادي نخليهم بحال هكذا على جون. وهنا غادي نخليهم يرتاحوا واحد الشويه ان شاء الله، وديك الساعه غادي نولي معكم. وهنا الا بغيتوا تخرجوا فيهم مثلا تقسموهم على 8 ولا، المهم كما قلت لكم ليكم الاختيار. وهنايا كنجيبوا هاد النخاله بحال هكذا، ملي كنعملوا يعني كنتورنيو هاد العجينه ديالنا بحال هكذا، كنعملوا ليها بحال هكذا يعني في هاد النخاله، وكنخليوها بحال هكذا هانتوما هنايا، وغادي نخليوها ترتاح واحد شويه، واحد 15 ديال الدقائق ان شاء الله، وديك الساعه غادي نولي معكم بحال هكذا هانتوما هانتوما. والساروت يكون لتحت بحال هكذا، دائما الساروت يكون لتحت، يعني الساروت ديال الخبز ولا ديال القرص ولا ديال اي حاجه هانتوما، هذا هو الساروت، هذا كيكون لتحت هانتوما بحال هكذا. هذا بهذاك الساروت هنا او هنا لتحت، نعملها بحال هكذا هانتوما، يعني الطريقه سهله هانتوما. هنايا ها هو الساروت، عاوتاني نعملو هنا لتحت بحال هكذا، وغادي نجيب عاوتاني هاد البلاستيكه ديالي، عاوتاني غادي نخليهم باش يعني يختمروا هنا بحال هكذا، يعني باش يترخاو لنا باش يصلح لينا التقراص، يعني باش نقرصوه مزيان، باش ما يجيش دابا الا قرصنا دابا ما غاديش يتمشى لنا. دابا نخليه واحد 15 ديال الدقائق ونولي معكم ان شاء الله. وهنايا دابا كما كتلاحظوا هو ضعف الحجم ديالو، هنا باش كيصلح لينا نقرصوه مزيان هانتوما بحال هكذا. هنايا غادي نجيبو شويه ديال النخال، يعني غادي نعملو واحد شويه بحال هكذا، هنايا بحال هكذا هانتوما هنايا، وكنعملوها بحال هكذا. هنايا كنقرصوها مزيان بحال هكذا، والساروت راه لتحت، يعني كناخدوها ديريكت. وهنا عاوتاني كنقلبوا ها الساروت ولا من الفوق، هنايا كنقرصوها مزيان بحال هكذا، تبارك الله راه العجينه يعني تخدمت مزيان، واخا ما دلكتهاش بزاف يعني راها تخدمت مزيان. هنايا دابا هو الساروت ولا من التحت، يعني دائما حضيو مع الساروت باش ما تعملوش يعني من الفوق هانتوما بحال هكذا. كنقرصو غير بهاد السبعين من هنا هانتوما بحال هكذا، عاوتاني ها الساروت ولا من الفوق. دابا هنايا ان شاء الله غادي نقرصها واحد شويه مزيان بحال هكذا، باش غادي نعملها في اللاطة وغادي يجي الساروت من التحت هانتوما بحال هكذا. هنايا السيدات اللي طلبوا ليا الخبز الكبير يعني بالدقيق كامل، دابا هنايا ها هو الساروت ولا لتحت. دابا هنا غادي نجيب اللاطة وغادي نعملها فيها ان شاء الله، هنايا بحال هكذا. وهنايا كناخدو الخبزة ديالنا هانتوما بحال هكذا،
هنايا وكنقادوها مزيان بحال هكذا، هانتوما بحال هكذا. دابا انا غادي نستمر على هذه الطريقه ان شاء الله، ونولي معكم باش ما يطولش الفيديو، يعني بنفس الطريقه، والساروت دائما يكون من تحت. هنا باش غادي نوضح لكم مزيان، يعني الاولى ما دارتش ما بانتش مزيان، هنايا غادي نوضح لكم دابا هذه مزيان. هنايا كما كتلاحظوا هانتوما الساروت يعني كنعملوه من التحت، دابا هو ولا من الفوق، هانتوما كنرجعوا بهذه الطريقه. هنا عاوتاني كنقلبوا الساروت ولا من التحت، يعني دائما كتشوفوا الساروت وكتعرفوا فين كتعملوه وفين غادي يكون، هانتوما بحال هكذا. هنايا كنعملوا عاوتاني هاد النخاله بحال هكذا، ولا السميده ولا اللي عملتو، يعني كنطلقوها بحال هكذا. هنايا عاوتاني بنفس الطريقه، هانتوما هنايا الساروت دابا ولا من الفوق، هانتوما هنايا بحال هكذا. وهنايا هاد الجوانب ديال هاد هنايا كنضغطوا عليه شي شويه بحال هكذا، الجوانب من هنا بحال هكذا، هانتوما هنا عاوتاني بنفس الطريقه. هانتوما هنايا كنقلبوها ها الساروت ولا دابا لتحت، هانتوما هي علاش كتكون شاده راسها واخا خليتها ارتاحت، ولكن كتبقى تجمع. شكون اللي كيعمل لها هكاك؟ هذاك محسن، محسن الخبز هو اللي كيعمل لها بحال هكاك، ما كيخليهاش ترخى ولا تسيح ولا كتجمع، كيجمعها هو. هنايا ها الساروت من التحت ديريكت بحال هكذا، هانتوما نجمع هادشي هذا. هنايا عاوتاني كنقادو الخبيزه ديالنا بحال هكذا، هانتوما بحال هكذا كنقادوها باش يجي الحجم بحال هادي بحال هادي، يعني بحال بحال، ما تكونش وحده كبيره وحده صغيره ولا، هانتوما. لكن الميزان كيكون في عينك، لابد تعلم الميزان ديال العين مهم بزاف، هانتوما بحال هكذا. واحد اللايك الله يجازيكم الخير، والبارتاج الى بغيتو الله يجازيكم الخير. لحقاش كتنساو الجيم، يعني اللايك كتنساو، كنتمنى ان شاء الله اعملوه وكملوا الفيديو ديالكم، الله يجازيكم الخير. انتما بحال هكذا، انتما كدعموني غير باللايكات، انتما بحال دابا هنايا كما كتلاحظوا دابا هنايا بحال بحال، وهذه الثانيه بحال هكذا. دابا ان شاء الله غادي نديهم للفران، يعني للفرن، غادي نسخنوا غير واحد شويه غير يدفى، يعني ما سخون ما دافي، غادي نطفيه وغادي نعمل فيه هاد اللاطات، نعمل فيه غير وحده غادي نعملها غير من الفوق بحال هكذاك. يعني باش علاش غادي نعمل غير وحده؟ باش ما يخمرولناش بجوج، يعني انا كنطيب لاطه بلاطه، ولا عندكم كطيبوا بزاف يمكن لكم تعملوا النص الكبير كاع يخمر والنص تخليه، باش ملي كتجيو طيبوا الاخر داك الاول داك الثاني يلاه كيزيد في الخميره، ما تجيو تساليوا الطياب الاخر تلقى الاخر يعني هو هذاك في الطياب، يعني في الخميره ديالو كطرحوا باش كيجي مريقل، ما يجيش هذا خامر هذاك مازال، ولا يخمر بزاف وتخرجوا وحده طيبوا الاخرى والاخرى راه كتستنى وكتزيد الخميره غادي تولي يعني خاسره بالخميره. هنايا دابا من بعد ما غادي يخمروا ان شاء الله، وغادي نخرج ديالنا خامر مزيان، هانتوما يعني هنايا كنحطوا عليه واحد المنديل من الفوق، يعني كنغطيوه هانتوما حتى كيخمر، وكنعاد كنجبدوه يعني من الفران من الفرن، يعني سخنتو غير شويه كما قلت لكم، يعني غير شويه ما كاملاش حتى دقيقه غير باش كيدفى صافي، وكنحطو تما حتى كيخمر وكنجبدو، هانتوما بحال هكذا. يعني دابا ان شاء الله غادي حتى يسخن الفران مزيان ونولي معكم. هانتوما دابا من بعد ما سخن الفرن، دابا ان شاء الله غادي ناخذ شي عود وغادي نثقبوا هنايا من هذا الوسط بحال هكذا، وهنايا هذه عاوتاني من هذا الوسط بحال هكذا، وغادي نطرحوها ان شاء الله. وهنا دابا هو في الفرن، يعني كما كتلاحظوا النار هي من التحت يعني كتبقى عاديه بحال هكذا، ومن الفوق غادي نقصو مزيان، يعني حتى يبغي يطفى اولا نطفيه كاع في مره حتى يطيب لنا الخبز،
وعاد غادي نطفي كاع مره بحال هكذا باش تكونوا يعني تعرفوا كيفاش تطيبوا الخبز ديالكم. يعني بقى تطيبوه من الفوق، يعني باش يطيب راه غيتحمر من الفوق، واخا مطفي فوقاني راه غادي يتحمر من الفوق، اذا ما تحمرش كنزلوه عاوتاني هنا لتحت. دابا من بعد ما ملي يقرب يطيب ان شاء الله غادي نولي معكم. وهانتوما من بعد ما دابا طاب لينا من التحت، دابا غادي ننزلوه غادي نعملوه هنا. هانتوما شوفوا من التحت يعني كتكون واحد الاخر الطياب ديالو باين. دابا هنا غادي نهبطوه هنا لتحت باش تحمر لينا من الجهه الفوقانيه، بعد ما غادي يطيب ان شاء الله ونولي معكم باش تشوفوا الشكل النهائي ان شاء الله. هانتوما دابا الخبز ديالنا يعني هو محمر، دابا ان شاء الله غادي تجبدوا حتى من بعد ونتلاقاو. هانتوما دابا الخبز ديالنا سمعتوا يعني طايب مزيان. هانتوما من التحت ها هو يعني الشكل من التحت، ومن الفوق يعني كله بحال بحال كما كتلاحظوا. هانتوما ان شاء الله من بعد ما نسالي الطياب الاخر الخبز ديالنا كما كتلاحظوا الخبز كيطلع رائع بزاف. كنتمنى ان شاء الله تجربوه بنفس الطريقه انتما، يعني يا سلام يا سلام. انتما يعني الخبز كيجي رائع بزاف هنايا، يعني بطريقه سهله ما فيه لا تعب لا شي مجهود لا شي حاجه. اللي غادي يعني غادي تدلكوا غير شويه العجينه، غادي تخليوها ابار بلا ما ديك تدلك ما تدلك ضرب ما تضرب عجن ما تعجن، يعني صافي كتخليو هذيك 25 دقيقه 15 دقيقه كترتاح فيها، وديك 10 دقائق راه حتى هذوك فاش كيرتاح العجين يعني كيجي الخبز رائع. ماشي غادي ندلكوه دغيا ونقطعوه دغيا ونقادوه، لا كنخليو العجينه ترتاح، يعني ديك فاش كترتاح يعني بحال كتخدم بديك الخميره ملي كتشد فيها بحال كتخدم. وهاد محسن الخبز هانتوما يعني كيخلي الخبز يعني واقف ما كيطيح ما والو، واخا كنتقبوه ما كيطيحش ما حتى والو حتى شي حاجه. هانتوما يعني كيجي يا سلام. هانتوما هاد الشيء اللي كيعمل هاد محسن الخبز، يعني محسن الخبز بحال هكذا ماشي شي حاجه فيه شي حاجه شي ماده يعني اللي ديال الفيتامينات ولا شي حاجه ديال، لا هو غير كيخلي الحاجه واقفه لا غير، هذا هو الدور ديالو. هنا غادي نقطع معكم واحد الخبيزه ان شاء الله غادي نشوفوا الشكل ديالها جميع هنايا. دابا ان شاء الله غادي نشوفوا بسم الله. انتما انتما كلشي كيجي بحال بحال انتما الخبز من الداخل شفتوه كيفاش كيجي، يعني كيجي رائع بزاف انتما شفتوا، يعني الخبز كيجي يا سلام. كنتمنى ان شاء الله تجربوه بنفس الطريقه غادي يعجبكم 100% 100% ان شاء الله. ولكن واحد الحاجه ما تنساوش اللايك، الله يجازيكم الخير. دابا هنا ولا هنا يعني راه غادي صراحه غير اللي ما بغيتوش هذا الشيء اللي غادي نقول لكم هنا. وشكرا لكم، وكنتمنى ان شاء الله يعني هاد الحلقة هادي يعني تنال إعجابكم إن شاء الله. وما تنساوش البارتاج، واللي ما مشتركش يشترك ويفعل الجرس باش بقى يوصل ليه الجديد إن شاء الله، فوقاش ما عملت شي حاجة توصل ليه. ودابا وصلنا لنهاية الحلقة، وإلى اللقاء في حلقة قديمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.